أحسن الله إليك يا شيخ أحمد. تفضل معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، حيا الله الشيخ. يا شيخ، يا شيخ عندنا سؤال الله يبارك فيك. وعط واحد شيء بهدية وعلى يمين كبير، يعني خرج الهدية عليه. تفضل فضيلة نعم الشيخ. السؤال، السؤال الأول يقول السؤال. إذا أهدي لي هدية فضيلة الشيخ هل أخذها وما هو شروط ذلك؟ نعم، إذا أهدي لك هدية مباحة ولم تكن بسبب يعني أنك موظف، يهدى لك من أجل وظيفتك فتأخذها. أما إذا كان يهدى لك لأنك مسؤول ويريد المهدي أن تحيف معه أو أن تقدمه على غيره فهذه رشوة محرمة، سحت، وملعون من دفعها وملعون من أخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم.